بعد قرار تخفيض أسعار تذكرة سفرية الكاميرون، شهدت المديرية العامة لشركة السياحة والأصفار الجزائر في يومها الثالث توفداً كبيراً لأنصار المنتخب الوطني لاقتناء التذاكر الخاصة بالمباراة الفاصلة، كما تم كذلك تعويض بعض المناصرين الذي اقتنوا التذاكر بسعرها الأولي. داروا 5 صافي بليزير يا خو هكا باش الناس علاه شو ديجا الموفمون الناس هي جات كدا وما يكون ديبلاسمون شباب فهمني وما يكون ماتش باراج قال نسيو نعاونوا حنا لي سيبورتور باش نقدروا ودوكا جست رومبورساو لي ما شاء الله استقبال ما شاء الله تانيت وان شاء الله يا خو نروحوا بخير ونولوا بخير. كنت في مدينه الاغواط مباشره غدوة قلعت رحت تما طلعت لالجي درت الاجراءات نتاعي البارح درت كان عندي تلقيح تاع كورونا رحت درت تلقيح تاع الحمى الصفراء في المستشفى القطار في باب جديد وبعدها سمعت باللي داروا تخفيضات على وكنت مازال ما خلصتش مازال ما درتش تما فريت كلش اليوم. وكالة تورينغ استعانت باطباء من معهد باستور لتسهيل عملية تلقيح الانصار داخل مقرها. كما اليوم كما قلت اخر يوم للتطعيمات لان على بالكم باللي تطعيم ضد الحمى الصفراء خاصه هذا هو الشرط يعني الاساسي في العمليه يعني لان هو عائق وكان المناصر ما يكونش عنده تلقيح 10 ايام قبل الرحله راح يقدر ما يقدرش يحضر المقابله ولهذا شغل نوجهوا يعني نداء يعني المناصرين اللي يحبوا يتنقلوا لمسانده الفريق الوطني اليوم يتوجهوا لمراكز التلقيح ولا اللي راه في الجزائر يجوا عندنا الوكاله السياحه والسبار الجزائر بليفيرجي برموند رايس باش يسجلوا وفي نفس الوقت ياخذوا التلقيح تاعهم ضد الحمى الصفراء. عمليه تسجيل المناصرين وتلقيحهم ستبقى مستمره الى غايه ساعات متاخره لتمكين كل المناصرين الراغبين في تشجيع رفقاء محرز في مباراه الذهاب الفاصله لافتكاك ورقه العبور الى مونديال 2022.